السلام عليكم. في قناة جيكا فوتير، واحد من المتابعين تاع القناة طلب مني باش ندير فيديو على البولو. مال اليوم راح نشوفوا المقاسات، المحركات، التجهيزات والسعر تاعها في اوروبا بالاورو ونحولوه للدينار، ونشوفوا ثاني الفرق مع البولو اللي ركبوها في الجزائر. نذكركم باش تشتركوا في القناة باش يلحقكم الجديد تاع السيارات الجديدة والمستعملة، ولايك للفيديو للتحفيز. مقاسات فولكسفاجن بولو: الطول 4.05 متر، العرض 1.75 متر، الارتفاع 1.46 متر، المسافة بين العجلة الأمامية والخلفية 2.55 متر، بعد السيارة عن الأرض 14.8 سنتيمتر، الوزن على الفراغ 1070 كيلوغرام. العجلات أسيون جوليفر نلقاو غير 15 بوس، أما في الألمنيوم نلقاو 15، 16 و17 بوس. واللي يحب يعرف معنى هذه الأرقام حطيت لكم هنا الفوق فيديو يوضح كل حرف ورقم مكتوب فوق العجلة. محركات فولكسفاجن بولو: نبدأ بالمحركات إيسانس اللي نلقاو العديد من المحركات. نبدأ بالأول اللي نلقاوها بسعة 1 لتر بلا تيربو، ثلاث أسطوانات بقوة 65، 75 أو 80 حصان. الثاني بسعة 1 لتر تي جي اي، جي يرمز للغاز، بالتيربو ثلاث اسطوانات، قوة 90 حصان. وحطيت لكم هنا الفوق فيديو لإيجابيات وسلبيات الغاز. الثالث بسعة 1 لتر تي اس اي، بالتيربو ثلاث اسطوانات بقوة 95 حصان أو 115 حصان. الرابع 1.5 لتر تي اس اي بالتيربو، أربع اسطوانات بقوة 150 حصان. الخامس 2 لتر تي اس اي بالتيربو، اربع اسطوانات 200 حصان، وهذا الاخير نلقاوه في الجي تي. اما المحركات ديزل نلقاو واحد برك 1.6 لتر تي دي، اربع اسطوانات بالتيربو بقوه 80 او 95 حصان. ونلقاو هذه المحركات بعلبه سرعه يدويه 5 سرعات او اوتوماتيكيه دي اس جي 6 او دي اس جي 7 6 او 7 سرعات. تجهيزات فولكسفاجن بولو: كما موالفين نبداو بلا باز اللي فيها اقل تجهيزات، ونلقاو فيها ايكرون تاكتيل بلوتوث 4 ليو بارلور، ادو ديماراج اون كوت بمعنى السياره ما توليش للور كي تحبس في طلع حتى تعاود تاكسيليري، اريرو ديماراج اوتو دي موتور بمعنى كي تتوقف السياره تطفى وحدها باش تحافظ على الوقود وكي تاكسيليري تنوض وحدها، كابتر دي ليمينوزيتي حساس الضوء، ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، العجلات انجوليفر، الاضواء الاماميه الوجان ماشي ليد، ريتروفيزور ديجيفران الكتريك. هذه هي اهم تجهيزات نلقاوهم في لاباز. اما راتوت نلقاو فيها ايكرون تاكتيل جي بي اس بلوتوث كومودو فولون 6 ليو بارلور، كابتور دو بلوي حساس المطر، شاسي سبور، باليت شانجمون دو فيتاس او فولون بمعنى نغير السرعة من المقود، إشابمون أدوبل سورتي كرومي، الأضواء الأمامية والخلفية LED، العجلات ألمنيوم، رادار أفون يا أريير إي كاميرا دو ريكول، أكودوار سنترال أفون، كليماتيزور أوتوماتيك بيزون، توا بانوراميك، سياج شوفون. هذو هما أهم التجهيزات اللي موجودين في الفولكسفاجن بولو. اللي حاب يقراهم بالتفصيل يلقاهم في صندوق الوصف. سعر فولكسفاجن بولو: كالعادة نحسب الواحد أورو يساوي 140 دينار جزائري، اللي هو تقريبا سعر البنك ماشي سعر السوق السوداء. يبدأ سعر بولو في أوروبا من 14430 أورو، بالدينار الجزائري 2,20,200 حوالي 200 مليون سنتيم. وأغلى بولو بسعر 30480 أورو، بالدينار الجزائري نلقاوها 4,267,200 حوالي 427 مليون سنتيم. أما الفرق بين البولو الأوروبية والبولو المركبة في الجزائر هو المحرك. هنا ركبونا المحرك 1.6 لتر إيسانس MPE 95 حصان. أما في أوروبا هذا المحرك حبسوه باش ينقصوا استهلاك الوقود على جال البيئة، وراهم يستعملوا محركات أصغر بالتيربو. مثلا هنا عندنا 1.6 لتر 95 حصان، هما عندهم 1.5 لتر بالتيربو.
ليولد محرك 150 حصان. هذا أهم ما يوجد في الفولكسفاجن بولو. اللي عنده أي سؤال يكتبه لي في التعليق. نخليكم مع الصور تاع فولكسفاجن بولو. سلام.